ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Welcome to e-Alim. Teacher Sara. Assalamu alaikum Khalida. This is your plan. We'll continue reading from Surah At-Tahrim بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Sure. Also, we will continue with Surah Al-Mutaffifin بإذن الله to memorize it very well بإذن الله. Thanks, Khalida, for your hard work. Assalamu alaikum. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.